أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1444 هجرية هو بعد غد الأربعاء 28 شتنبر 2022، وأن عيد المولد النبوي الشريف سيكون هو يوم الأحد 9 أكتوبر 2022. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1444 هجرية بعد مغرب يوم الاثنين 26 شتنبر 2022، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وأكدت الوزارة أنها اتصلت بجميع مندوب الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن الشهر سيكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الأول هو يوم الأربعاء 28 شتنبر 2022، وعيد المولد النبوي هو يوم الأحد 12 ربيع الأول 1444 هجرية موافق 9 أكتوبر 2022 ميلادية.